أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نأخذكم بجولة والأرصال الجوية وطقسنا. طقس صيفي حار جاف، درجات الحرارة متوقعة 50 و52 خلال الأيام القادمة. معظم العالم تتكلمون عن درجات الحرارة، ولكن عندنا جفاف ملحوظ في الجو، فننصح بالابتعاد عن الشمس المباشرة من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 5 بعد الظهر، والكثرة من شرب السوائل خاصة الماء، وبالنسبة لبس الملابس الفاتحة اللون والفاتحة، وابتعاد عن لتفادي ضربات الشمس أو اللي هي ضربات الحر. فالإنسان حوشه ضربة شمس بالكويت في الظل، فلتفادي هذه الشغلات هذه ننصح بالابتعاد عن الشمس المباشرة واستخدام الكريمات المرطبة للجلد. شرب الحين في مصطلح جديد طلع خلال السنوات القليلة الماضية، مربعانية الصيف. ماكو مربعانية الصيف، صيفنا شهر 6 7 8 9، هالأربعة أشهر شديدة الحرارة. في مربعانية الشتاء اللي أبرد 40 يوم منتصف شهر 1 إلى شهر 12 إلى نهاية شهر 1، هاي مربعانية الشتاء. ولكن ما في مربعانية الصيف، لأن شهر 6 7 8 9 من الأشهر شديدة الحرارة. صحيح أن شهر 9 ما نسجل درجات حرارة 50 أو 49، ولكن نسجل 46 و47 درجة مئوية. فننصح مثل ما ذكرنا الكثرة واستخدام الشمسية، إذا اضطريت تمشي بالشمس استخدم الشمسية لتفادي هذه الشغلات. عودة لأجوانا، الطقس متوقع أن الطقس الحار يستمر ويانا حاليا. طبعا قبل ساعتين كان الغبار انخفضت الرؤية إلى 5 كيلو، ترسب معظم الغبار، السماء صافي حاليا في مدينة الكويت حتى الكويت بشكل عام. رياح شمالية غربية سرعتها 6 كيلو، حرارة 46 درجة مئوية في مدينة الكويت، الرطوبة نسبية 11%، جفاف ملحوظ، الرؤية الأفقية أكثر من 10 كيلو. الرياح المتوقعة هذا اليوم من 20 أو 25 إلى 55 كيلو متر بالساعة، تخف هذه الرياح. أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة الكويت 36، 30 بالعبدلي، 29 بالشقاية والسالمي، بالوفرة 30، جزرنا الشمالية فيلتش وغربة وبيان 35، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وممرادم 34، سماء صافية، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعتها من 15 إلى 40 كيلو متر بالساعة. أما درجات الحرارة العظمى متوقعة في مدينة الكويت 48، 51 العظمى متوقعة في العبدلي شقاية والسالمي 51، وفي الجنوب الوفرة 50، جزرنا الشمالية فيلتش وغربة وبيان 45، وجزرنا الجنوبية 44، سماء صافية، رياح من 15 إلى 50، فرصة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية. أما البحر راح يكون معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم، مد الأول الساعة 11:30 الليلة، مد الثاني الساعة 8:45 صباح الغد، الجزر الأول في الثالث الفجر، الجزر الثاني الساعة 5:10 بعد الظهر. أذان الفجر إن شاء الله يكون الساعة 3:28، الشروق الساعة 5، الغروب الساعة 6:48. أما الطقس المتوقع الخمسة أيام القادمة، نلاحظ السماء صافية، الحرارة 49 52 50، والصغرى 36 34 35 إلى 34، رياح كلها شمالية غربية، باكر سرعة الرياح من 15 إلى 50، احتمالات الغبار في المناطق الصحراوية، تخف سرعة الرياح بالليل يوم الجمعة تكون من 10 إلى 40 كيلو، ويوم السبت سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلو، ما في غبار إن شاء الله، ولكن حر موجود لو هي 50 درجة مئوية. يوم الأحد من 15 إلى 35، طقس صحو جيد، وتستمر الحرارة ورياح شمالية غربية يومين الاثنين الثلاثاء سرعتها من 15 إلى 40 كيلو متر بالساعة. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم متابعتكم.